الشرق الأوسط الجديد. نحن عشنا في لبنان لأنه هذا يتصل بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبرأناه في لبنان، برأ في لبنان ظن، وهو هذا المشروع، ما هو تفتيت العالم العربي إذا أمكن خرق دويلة طائفية مذهبية من أجل تبرير إسرائيل دولة للجهود، وهذا ما يطالب به. وعندما بدأت المظاهرات الشعبية في مصر، في ليبيا، في سوريا، كانت مظاهرات سلمية. بعدين حل محلها التنظيمات الإرهابية، لكن في هذا الوقت كانت إسرائيل 2010 2011 تطالب المجتمع الدولي يعترف بها دولة لليهودية في ذات الوقت. معناه هذا كان شكل أوسط جديد، إذا أمكن خلق دولة دويلات طائفية تتنازع، تعيش حالة حرب، يفتقد العالم العربي، يفقد قوته، يفقد وحدته. هذا هو المشروع. وإذا أمكن خلق الدويلة، حاولوا في لبنان، ظنوا أن لبنان هو الأسهل، وهذا كان الحق في لبنان. لم تكن حربا، أخذت وجه أهلي، ولكن هذه كانت الحرب. خلق دويلات، نعم، دولة مسيحية ودولة إسلامية، لم يستطيعوا، لأن العيش المشترك الذي يشكل الهوية اللبنانية كان أطلب من مشاريع التقسيم. هذا الأمر كان يوجد خطر في سوريا، أظن الآن زال الخطر، لأنه العراق طبعا كردستان والعراق أنا أظن أن الخطر في سوريا زال، كان خطر حقيقي. من كلفهم بأخذ القرار في سوريا؟ اسأل الشعب السوري ماذا يريد. أنتم تضمنون بالديمقراطية وتناضلون من أجل الديمقراطية، وأتيتم إلى العراق لوضع الديمقراطية وخربتوا العراق وكسرتوا، وأتيتم إلى سوريا مهي. أنتم لا تؤمنون بالانتخابات التي أجرى الأسد، قلتم إنها كلها ما فلتنظم الأمم المتحدة. هذا ما أجيبكم على السؤال. أمس كنا في ألمانيا مع المسؤولين، فلتنظم الأمم المتحدة نوع من ريفرندوم استطلاع، إذا تنظمه فتسأل الشعب السوري ماذا يريد. هل أنتم تريدون أن تدخل أحد في شؤونكم الداخلية؟ هل من دولة تقبل أن تأتي دولة أخرى تنظم أمورها؟ لماذا أنتم تدخلون؟ بأي سلطان تدخلون؟ اسألوا الشعب، أنتم تؤمنون بالديمقراطية، لماذا تسألوني أنا وأنت حامل السنة بالعقل؟ وأنت عشت هون بمصر، نحن نعرف كيف، نحن ما عندنا معرفتكم. والآن قطر أبو غريب وقفوهم، من يلعب بالنار وعندما تنتهي من النار لا يستطيع أحد أن يقاطع. ما بدا حرب عالمية، ما فينا حرب عالمية، خلي وقفوا الإنهار. أما الخيارات السياسية هي الغنيين، ما بيميز. عليكم أن تنتخبوا رئيس، يوجب ذلك. ما هذا واجب دستور، أنا لم أقل أي رأي. عندما يسألون أي رأي على السيادة لبنان كيف، إذا نميز عمل سياسي والمجلس والمبادئ الوطنية والمبادئ الدينية، هذا واجب. والبابا يوحنا دائما يؤكد ويقول الكنيسة أن تقف تفرج مطوفة الأيدي وهي الصوت لمن لا صوت. معناها يجب أن تتعاطى الأخلاقية وإن المدنيين هو التقنية. الكنيسة ليست في البلدية ولا على قوس الكنيسة، نوع من نور للضمان إيرادات والتي يتعطون في ضوء هذا النور. طيب.